قول لضابط المباحث انا جاي بقى في الاسم. ها نادين، بنرحب بيك على فركش. اهلا بيكي، ميرسي جدا ومرحبا بفركش. نادين انت يوتيوبر ودايما مكسر الدنيا، 6 مليون مشاهده حاجه كده جبروت. نادي النيل قروا بقى على العالم. 42 مليون مشاهده و1 مليون لايك. ده انجليزي ليه يا مرسي؟ ايه المحتوى اللي انت بتقدميه اللي يخلي يجيب 2 مليون مشاهد، 42 مليون مشاهد؟ سي المحتوى عفوي جدا جدا جدا، يعني هم في اليوتيوب كاتبين احسن ممثله على التيك توك. انت بتتكلم جد؟ المحتوى تلقائي جدا جدا، هم شايفينه تمثيل، انا واخداها بسيط جدا 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 وتلقائي قوي. والله ده انت المفروض ما تقعدش معانا بقى. مش بتخافي وانت بتقدمي المحتوى؟ انت عارفه في فتره كده وفترات جت في بنات كانت بتقدم محتوى والحبس ومش عارف ايه وكده. بصي انا مش يعني هو في بقى في قلق بس. شكلك متوتره. لا ايوه انا عايزك. ايوه مفيش ما يدعو. في بنات كانت اوفر، اللبس كان اوفر. اوه يا الحركات الايحاءات، فانا بتجنب يعني. اوكي انا بلبس زي اي بنت بتلبس عادي، يعني ممكن اي بنت عادي اشوفها لابسه كده. اللبس بتاعي اي حد ممكن يكون لابسه عادي، بس ببعد عن الايحاءات. الترندات اللي فيها ايحاءات مش كويسه. الله اكبر. حبيبي حبيبي حبيب مامي. اي حد دلوقتي بيعرف يشتغل على السوشيال ميديا، يعني لو احنا نقول مثلا ممكن تكون بديل للبطاله. طبعا طبعا، ان في ناس بلا هويه اساسا ودلوقتي بقت مشهوره وترند كمان على السوشيال ميديا. كلام كبير قوي يصعب على امثالي فهمه. فيديو انا كنت عادي جدا قاعده مع ناس صحابي عادي، قدمنا فيديو مش اثر. ده يعني ده غير شغلي او غير هوايتي ان انا مطربه، ده فيديو عادي جدا. فعادي طلعنا هزرنا في التيك توك وعملنا تيجي نتجوز بالسر، نمت صحيت لقيته ترند. اخ منك انت اخ. يعني ما اعرفش ازاي ترند فجاه 42 مليون. فظيعه في الانجليزي، فظيعه. وانا بقيت مشهور وبتاع، استقل بقى عن اهلي واعيش لوحدي، وشايف انه ما بقاش معاهم. هو دي اخر حاجه انا استبعدها ان انا افكر فيها اصلا. انا مرتبطه جدا 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 باهلي. اهلي مش معقدين وفي نفس الوقت مش متفتحين قوي، بس لا 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 انا استبعد خالص ان انا ابعد عن اهلي تماما تماما، مرتبطه بيهم قوي. ما ده حاجه عجيبه، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيته يعني. والدك والدتك واخواتك بيشوفوا الفيديوهات؟ كلهم. وفي حاجات بيعترضوا عليها، شيلي شيلي ده، انت ليه لابسه كده، انت ليه عامله كده، حتى لو ايه لو ايه شيلي هشيله طبعا. انت مؤدب على فكره. اكتر حاجه بتحلمي بيها تتحقق غير بالسوشيال ميديا؟ لا هو مش سوشيال ميديا بس، ان انا اكمل في الغناء ده اهم حاجه طبعا. انا بالنسبه لي كل التيك توك واليوتيوب والسوشيال ميديا عامه بالنسبه لي فن. ما تتكلميش خالص انجلش. لكن كان نادين ان هي بتغني، ان انا اوصل لحلمي ان انا اكون مشهوره جدا جدا ويعني نجمه وطن عربي يا جماعه. نعم يا اختي. وان السوق مش غرور بس، في مواهب يا جماعه بجد تستاهل. شي حرام يعني، في ناس مشهوره مش يعني مع احترامي ليهم كلهم بس عاديه. مش واخد بالك انت يا ابراهيم؟ يعني لازم السبوت شويه تكون للناس اللي موهبه بجد كويسه وحلوه وهي يعني تاخد فرصه بس. مالك يا بت؟ احنا مالنا احنا مال السياسه؟ طب ما تغني لنا حاجه كده تاني؟ اغني ايه؟ بيعرف يغني؟ وحياتي عندك لو كان ليا عندك خاطر. مين ده؟ انا معرفوش. لا ترجع قلبك قبل ما يجي اليوم وتسافر. لاحظ حضرتك بطلع بالمقام وبنزل، اكيد حضراتكم عارفين الموضوع ده. وان كان بعدك شيء متقدر خدني معاك. لا خدني معاك. لا من غير ما تفكر خدني معاك، ده انا مش ممكن ابدا حاضر على الاشواق. الله برافو حبيبي، برافو حبيبي. وحياتي عندك، وحياتي عندك. شكرا. حماش شباب، تهور، تصرف. ممكن تعملي ادوار اغراء عشان تخش مجال التمثيل؟ لا طبعا لا طبعا. لا 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 ايه كل ده؟ ما كفايه. لا واحده على فكره ده ما فيش اسهل منه، وحاليا الشهره يا جماعه ما فيش اسهل منها. حاليا اي حد بيعمل اي حاجه ملفته قوي بيطلع ترند، ده مش ما فيش اسهل منه. بس ان الواحد يوصل بالوي اللي هو عايز يطلع بيه. اندرستاند؟
or not؟ لا طبعا لا اغراء نو. انا اوكي بلبس براحتي، في ناس كتير بتشوفني ان انا شويه متفتحه ان انا انا انا، بس لا اغراء نو. افوره عن اللي انا تربيت عليه استحاله. ايه ده ايه ده المجتمع ده؟ ميرسي فركش، باي باي باي.